تستعد الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق لبدء محادثاتها لتشكيل حكومة الإقليم. إذ أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز بأغلبية في نتائج الانتخابات عن تشكيل لجنتين ستتولى طرح مشروع الحزب على باقي الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. اتخذ حزبنا حزب الديمقراطي الكردستاني قرارين بتشكيل لجنتين للتباحث مع جميع الأحزاب في سبيل تشكيل الحكومة المقبلة. نأمل أن ينتهي هذه اللجان اجتماعاتها مع جميع الأحزاب في كردستان بأقرب فرصة، فبالتالي نهيئ الأرضية المشتركة ونخطو خطوة في سبيل رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. المشروع الذي سيقدمه الحزب الديمقراطي يشترط على من يشاركه إما أن يكون جزءا من الحكومة أو يكون معارضا داخل البرلمان، كما أنه يسعى إلى أن تكون مشاركة باقي الأطراف في حكومته بحجم فوزها في الانتخابات، وهذا ما يرفضه أكبر منافسيه الاتحاد الوطني الكردستاني. يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن ينظر إلى الاتحاد الوطني الكردستاني غير نظرة حجم الأصوات الذي نال عليها أو المقاعد التي نال عليها، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات السنين من النضال، وكذلك يجب ينظر الاتحاد الوطني الكردستاني بنظر الاعتبار بأنه هناك جغرافية تقريبا أستطيع أقول أكثر من نصف أقليم كردستان لا يزال تحت نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. رفض الاتحاد الوطني قد يعرقل عملية تشكيل الحكومة، خاصة مع إعلان حزبين من الستة الفائزة في البرلمان عدم مشاركتهم في تشكيلة الحكومة المقبلة. على الرغم من إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية لصالح الحزب الديمقراطي، إلا أن العرف السياسي يفرض تشكيل حكومة توافقية، ولكن تقدم الحزب الديمقراطي بفارق كبير عن أقرب منافسيه سيمكنه من انتقاء من يتوافق معهم في تشكيل الحكومة المقبلة. صهيب الفهداوي، الغد، أربيل.